السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد وأنتم أسعد. مرحبا بالخوت ديالي متتبعين قناة كوانغ عبدو. ما أجمل هذا الرومانسية، هذا الطابلو جميل فعلا. ناخذ واحد الصورة جميلة في هذا المكان. الناس حاطة لي بوسات غير حدا الدروج. بونسوار. هنا الناس متعودين ان الى تلاقى معك لابد ما يعطيك ان ساليتاسيون، سواء بونجور بالنهار سواء بونسوار بالغد، يعني من بعد 18 نعودوا في الدريجة من الخشب. اليوم صبت الشتا بزاف الخوت، عليه انا هز المظل. هذه جولة رومانسية في حلقة الظلام. نخرج الشارع. وهذا السماء، هاد اللون اللي عند هاد في هاد الوقيته، السماء زرقاء رغم ان الجو بلاتي هو الظلام. إوا نتجولو هاد الساعة باش ندخلو للدار، إن شاء الله نجلسو مع العائلة ونتعشاو جميع، ناخدو راحتنا.
الخوت واحد الوقيته سكت وبغيتكم ديروا لي واحد الملاحظه في التعليقات، الله يجازيكم بخير، علقوا لي اشنو الملاحظه ديالكم في هاد لابس دو طون اللي درت فيه انا السكوت، اش بان لكم في هذاك لو تراجي ديال واحد جوج دقائق ربما وانا ساكت فيه، شنو الملاحظه ديالكم اللي بانت لكم؟ يا أخوتي إلى هنا ننهي هذه الجولة الرومانسية، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم، وما تنسوناش من فضلكم شوية ديال التعليق، شوية ديال تقدونا شوية ديال الإعجاب وشوية ديال المشاركة في القناة، الله يحفظكم، وخليونا نجيب لكم الجديد، وإن شاء الله الرحمن الرحيم نحن مقبلين على أيام البرد، وحنا راه دخلنا فيها دابا والمغرب تبارك الله راه سخون، وحنا راه سايرين كنقفقفوا بالبرد واليوم صبت واحد الشوات، اش غادي نقول لكم، ما ظنيتش انها تنقطع، ولكن الحمد لله عطات الخير ديالها، سقات لنا الاراضي الازقه، وغسلت الطوموبيلات وغسلت البساتين والخضرار، ايوا هذا هو اللي نقولوا، يعني نقولوا الحمد لله والشكر لله، وتبارك الله على اخوتي، الله يحفظكم.